اللهم يا حي يا قيوم، يا ذو الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك والأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، والذي استرحمت به رحمت، والذي استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك صابقين. واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين. اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم.